بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي لفت انتباهي في القرآن الكريم أن كلمة منير تكررت مرتين، مرة مع القمر ومرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، شيء غريب يعني. دعوني أتأمل الآيتين في القرآن الكريم ونستنبط هذه اللطيفة من لطائف القرآن العظيم. قال تعالى في الآية الأولى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. إذن الآية الأولى تحدثت عن قمر وأعطته صفة منيرا. الآية الثانية يقول تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن صفة النبي هنا أنه سراج منير. ماذا يعني ذلك؟ في الآية الأولى وردت كلمة منيرا كصفة للقمر، حيث إن القمر لا يبث الضوء بذاته، إنما يعكس ضوء الشمس، ولذلك فهو منير. وفي الآية الثانية جاءت كلمة منيرا كصفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو سراج منير، والسراج هو الشمس، فهو السراج كالشمس، لا يمكن أن تستمر الحياة بدون الشمس، وهو منير كالقمر، ينير حياة المؤمنين بنور الحق الذي يبلغه عن ربه. سبحان الله، يعني تأملوا، الشمس هي سراج يبث النور والضوء بذاته، تفاعلات تحدث اندماجية داخل الشمس تطلق بنتيجتها الضوء والحرارة وهذا النور، تشع النور. القمر جسم بارد يعكس نور الشمس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله صفتين، أنه سراج أي يبث النور بذاته من خلال تعاليمه وكلامه وسننه عليه الصلاة والسلام، وأنه منير أيضا، يعني يضيء لنا طريقنا في هذه الحياة من خلال تعاليم القرآن ومن خلال تبليغنا هذا القرآن. يعني سبحان الله، إن الذي يتأمل هذه الكلمة في القرآن يعجب كيف استخدمت مرتين فقط، مرة مع القمر ومرة مع النبي صلى الله عليه وسلم.